اصدقائي، واهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم راح اقدم لكم رجيم خارق. هذا الرجيم راح يكون عباره عن خساره 5 كيلو في 3 ايام فقط. رجيم اليوم راح يكون عباره راح نعمل وصفتين، وهذا الوصفتين راح تناولوها كل يوم باذن الله. الوصفتين راح نعملهن عندنا، الوصفه الاولى راح نستخدم فيها ملعقه كبيره من القهوه وملعقه كبيره من عسل طبيعي، اهم شيء يكون طبيعي. راح نستخدم نص ملعقه كبيره من الكمون مطحون ونص ملعقه كبيره من زنجبيل مطحون. راح نستخدم كاس مي مغليه. بنبلش بالوصفه الاولى. هاي الوصفه الاولى راح نعملها، راح نحكي لكم طريقه استخدامها كيف. بتقدر تستخدموا اي نوع قهوه متوفر عندكم بالبيت. طريقه استخدام هاي الوصفه، اول شيء قبل ما تفطر الصبح، قبل بساعه بتاخذوا ملعقه كبيره او صغيره منها، وبتضلكم مستمرين عليها لمده 3 ايام باذن الله. اذا ضلكم مستمرين عليها راح تخسروا 5 كيلو باقل من 3 ايام. هاي الوصفه بتتميز انها اهم شيء لازم تقلل من السكريات. هسه في ناس راح يعلقوا العسل انه راح ينصح، بالعكس العسل ما بنصح، اهم شيء انه يكون طبيعي عشان ما ينصح. هسه راح نبلش بالوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه عندنا مثل ما حكيت لكم نص ملعقه كبيره من الكمون ونص ملعقه كبيره من الزنجبيل المطحون. راح نستخدم كاسة ماء. نبلش بالوصفه وان شاء الله تعجبكم. اهم شيء بنغطيها لمده 5 دقائق عشان الزنجبيل والكمون اللي حطيناه ينزل لتحت، وبعدين نصفيه عشان نشربها. طريقه استخدام هاي الوصفه كثير سهله، مثل ما حكيت لكم راح تصفوا هذا كله، راح ينزل تحت بعد 5 دقائق وراح تشربوها. اول شيء بتصفوها بعدين تشربوها. هسه الوصفه الاولى مثل ما حكيت لكم بتاخذوا ملعقه على قبل افطار بساعه، والوصفه الثانيه راح نشربها قبل ما تناموا مباشره، بتشربوا الكاسه عشان تحصلوا على النتائج المرجوه. وبتقدروا اختيار بتقدر تحلوها بملعقه عسل طبيعي، او ترش عليها شويه ليمون، هو اختياري عشان الطعم. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوا تدعمونا باللايك، تشتركوا بقناتي من خلال الضغط على الزر الاحمر الموجود باسفل القناه. لما تضغطوا عليه ما تنسوا تفعلوا الجرس عشان كل اشعار جديد انشر على القناه يوصلكم. وكان معكم يوسف، وان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم. استمروا عليها وراح تحصلوا على نتائج مرضيه باذن الله. ولو حابين اضل مستمر معكم على طول ما تنسوا تدعموني بلايك، عشان اللايك هذا رح يحفزنا ان نضل مستمرين معكم. وبعد ما تضغطوا على لايك لو حبيتوا يوصلكم كل اشعار جديد بنشره، اكبسوا على الزر الاحمر كلمة اشتراك. وبعد ما تكبسوا على الزر الاحمر راح يطلع لكم جرس صغير، لما تضغطوا عليه كل اشعار جديد راح ننشر على القناة راح يوصلكم.